في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. الطريق 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 الطريق. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة الدنيا غربة معتنا قلابة. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة الدنيا غربة معتنا قلابة. ارحمنا يا رب يا رب ارحم، يا صاعرك يا رب ارحم. وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يا صعلوا، سندوني وبقدم بتشجع، كانوا طلباتي استجابة. حبايبنا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا يا رب ارحم الكرازو. مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير والبركه والسعاده والامل والجود وكل حاجه حلوه على كل حد فينا، في بركات وفيرة جاية على حياتنا. بس نطلب أولا ملكوت الله. مساء كل حاجة حلوة والبركات العديدة والفرح والسعادة على كل شخص بينادي النهاردة وبيصرخ إنه يكون عنده البركات ديت في الوقت الجاي، بيصرخ لإلهنا الحي من خلال برنامج رب ارحم، او بينه وبين الله، او بينه وبين نفسه. ناس كثيره قوي بتبقى محتاجه قوه، عشان كده بقول مساء القوه النهارده. كلنا محتاجين القوه دي، قوه في الجسد، قوه في الروح، قوه في النفس، قوه في كل شيء بيدور حوالينا في حياتنا. محتاجين قوه. اوقات الانسان بيبقى خلاص بيقول انا جبت اخري، خلاص كفاياني كده، بيبقى زهقان من الدنيا. لكن تعال ليسوع الحي النهارده وحط مشكلتك قدامه، وهو عنده الحل، لان هو صاحب الحل وهو صاحب كل شيء في حياتنا. اطلب يسوع النهارده، خلي عندك إيمان وثقة بإنك هيكون بيجاوب عليك من خلال صوتك ليه في اسم يسوع، وأيضا من خلال كلمته الحية والفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين. في الحقيقة عايزة أكون بشكر كل الأحبة اللي هنوني بعيد ميلادي امبارح. بشكركم جدا لمحبتكم الكبيرة العظيمة اللي حقيقي يعني ما كنتش اتوقع المحبة الجميلة ديت، وحبكم ليا بالكم الهائل ده، سواء من خلال الرسائل، من خلال السوشيال ميديا، من خلال الفيسبوك، من خلال الرسائل الخاصة على الصفحة الخاصة بتاعتي.
من خلال البوستات اللي بتنزل، سواء من خلال زوجي الحبيب جوزيف او من اخواتي او من اصدقائي ومن احبائي اللي نزلوا بوستات امبارح بصوري في عيد ميلادي. انا بشكركم جدا حقيقي، بحبكم جدا وفخوره بيكم لانكم اصحابي واحبائي، فخوره بكل حد فيكم بعت لي رساله خاصه وكلمات مشجعه جدا، كلمات بتخلي الواحد طاير كده. حسيت ان امبارح حقيقي كان فرح بالنسبه لي، ودايما بقول لما اكون انا فرحانه ببقى نفسي قوي كل الناس اللي حواليا يكونوا فرحانين، وكل عيد ميلاد الواحد فرحان حاسس ان في اصدقاء جنبيه واحباء جنبيه واهل جنبيه، ده يعني نقول بالدنيا كلها حقيقي، لان حب الناس هو الكنز الكبير اللي في حياتنا. عشان كده بشكركم جدا من كل قلبي، وبهنيكم مره تانية بكل واحد عيد ميلاده النهارده موجود عيد ميلاده في الوقت الجاي، بهنيكم بقول لكم كمان كل سنه وانتم طيبين وبخير وبركه بيعود علينا في اسم يسوع في الايام اللي جايه. وبشكر كمان، مش عايزه انسى، بشكر كل الاحبه هنا في استوديو قناه الطريق اللي عملوا سربرايز مفاجاه امبارح بعيد ميلادي، وعملوا لي كده حركات طرت وبلالين وحاجات حلوه قوي. انا بشكر ربنا من اجلكم، ربنا يخليكم ليا دايما وما يحرمنيش منكم حقيقي، مع اسرتي الغاليه طبعا، زوجي الغالي جوزيف نصر الله، وكمان اولادي الاحباء الغاليين على قلبي. انا بشكر ربنا حقيقي بجد من اجل كل حد، كل واحد موجود قدام شاشه قناه الطريق انا بهديله 2000 سلام وتحيه لكل حد حقيقي بيحبنا. ومره تاني مساء الخير على كل الناس اللي بيحبوني وانا كمان بحبهم، ودايما بينتظروا برنامج يا رب ارحم بالخير والامل والجود والسعاده وكل حاجه حلوه في الدنيا. عشان كده النهارده عندنا بعض الحالات، وزي ما حضراتكم عارفين ان برنامج يا رب ارحم دايما بيقدم مواضيع اجتماعيه، وايضا بعض الحالات الصعبه اللي الناس يكونوا بيراسلوها لنا او بيبعتوها لنا عشان نكون بنتكلم فيها. وكمان عندكم كل الارقام المتاحه قدام الشاشه، قدامكم على شاشه علشان تقدروا تكونوا بتتواصلوا معانا. عشان كده البرنامج ده موجود ليكم ومن اجلكم وموجود بيكم انتوا كمان. البرنامج متاح لاي حد عنده مشكله نقدر نكون بنتكلم فيها، بيعرضها معانا حتى لو على التليفون، لو انت مش حابب بالصوت والصوره، لكن بالصوت في امكانيه طبعا للصوت من خلال التليفون. وبالتالي في ناس كثيره قوي ممكن تكون بتشاهد الحلقات ويقدروا يكونوا بيقفوا جنبك وبيساعدوك، وممكن نكون بنوصلكم مع بعض علشان يكون في البركه الحقيقيه اللي موجوده ما بين الاخوات والاخوه المؤمنين اللي بيحبوا الرب وعايزين يكونوا بيشاركوا في برنامج رب ارحم من خلال هذه الشاشه العظيمه الكبيره اللي كلنا محتاجين النهارده نكون بنصلي لقناه الطريق علشان دايما تكون مستمره معانا وفي بيوتنا وفي قلوبنا. وانا عارفه الكم الهائل من الناس اللي دايما متابعين برامجنا ومتابعين شاشة قناة الطريق ودايما معانا وبيصلوا لنا، حتى مع التردد الجديد بيحاولوا يكونوا بيوزعوا التردد الجديد لكل الأحبة اللي موجودين حواليهم، سواء في الكنائس أو الأحبة والأصدقاء طبعا والإخوات. فأنا فخورة بكل حد عايز يكون بيساعد النهاردة. عشان كده محتاجين نتلف كلنا حوالين حضور الرب وقوة ربنا اللي موجودة النهاردة في حياتنا واللي موجودة في وسطينا، وأنا واثقة إن حضور ربنا موجود في وسطينا دلوقتي وقادر إنه يكون بيستجيب على كل طلبة بنحطها قدام الآب، قدام الابن في عرش النعمة. ونقول له يا رب النهاردة إحنا مش في إيدينا نقدر نكون بنعمل أي حاجة، لكن في إيديك أنت يا رب كل حاجة. تقدر يا رب تسكت كل الأمواج العالية اللي حواليك، تقدر تبكم الأمواج وتبكم كل أصوات غريبة، كل أصوات مخيفة ممكن تكون بتيجي وبتخوفنا.
في بعض الأحبة كده بعتولي بيقولوا لي احنا ما بنقدرش نكون بننام بالليل من كتر الخوف والقلق ان في مصيبة جاية لنا، حاجة وحشة جاية لنا، خايفين من كتر اللي هم بيسمعوه. ودي حقيقة على فكرة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، وأنا متأكدة إن ناس كتيرة قدام الشاشة بيفكروا هذا الفكر وبيخافوا من هذه الأشياء، إن من كثرة الأمراض المنتشرة اليومين دول اللي بنسمع عنها وبنخض وقلبنا بيتقبض لما بنسمع عنها وبنخاف، نقدرش نكون بننام ومزبهلين كده وإيه اللي بيحصل ده؟ لا مش ممكن، فلان الفلاني، فلانة الفلانية حصل لها كذا، فلان الفلان. ودي الأصوات، وده اللي احنا بنشوفه قدامنا دلوقتي وبنسمع عنه الأيام دي. ناس بتخاف من أمراض ممكن تجيلها فما بتنامش طول الليل بسبب هذا الخوف الشديد. دايما كده الرسائل بتجيني، صلي لنا يا مدام راني، صلي لنا يا اخت راني، صلي لنا يا مدام راني، علشان خايفين من المستقبل، خايفين اللي هيحصل بكره، خايفين من فلان الفلاني يأذينا، خايفين من فلان الفلانيه ممكن تيجي ناحيتي، خايفين، والخوف يترعرع جوانا. مش بس الخوف، رعب. الناس ما بتنامش، صدقوني الناس ما بتنامش. وممكن حضرتك وحضرتك تأيدوني، لأن انتوا أكيد سامعين كل أخبار حزينة بتجينا، كل أخبار صعبة بتجينا، فالإنسان نفسه بيتوتر. نسمع عن فلان انتقل أو فلانة انتقلت، يبتدي الخوف يجيلنا، نخاف. معقولة؟ مش مصدقين اللي بيحصل حوالينا، مش مصدقين. ده كان لسه كويس، ده كان لسه معايا، ده كان لسه موجود في الكنيسة، ده أنا لسه شايفاها، ده أنا لسه شايفاها. ابتدت كثرة من الكلام وابتدى الخوف يترعرع ويدخل جوانا بسبب عدم إيماننا. والأخبار السيئة والأخبار الصعبة اللي بتجينا من برة بتأثر جوه حياتنا. لكن أنا بصلي النهاردة اللي احنا نكون بننتهر كل أرواح خوف، كل أرواح قلق، وكل أرواح غريبة ممكن تكون بتيجي وبتحاصرنا وماشية ورانا. ناس بتخاف من خيالها وهي ماشية كده خايفة من خيالها حاجة تحصل ليها، لكن اللي متمسك بإلهه واللي متمسك بإلهنا الحي الرب يسوع المسيح عمره ما يخاف أبدا، عمره ما يخاف أبدا، متمسك بإلهه، إلهه اللي خلقه، وهو قادر إنه يكون بيحرسه طول الوقت وعينه عليه طول الوقت. أنا بصلي لكل حد النهاردة متألم، عنده ألم داخلي وحاسس إنه تعبان من شيء ما، أو تعبان من الحياة، أو خايف من حاجة فلانية، خايفين. الخوف موضوع كبير قوي، موضوع الخوف ده. يمكن أكون بكلم معاكوا أكتر عنه في بعض الحلقات من برنامجي التاني اللقاء الروحي، علشان نقدر نكون بنعرف أكتر عن أسباب الخوف اللي ممكن تكون، وعلاج الخوف اللي نقدر نكون بنستمدها في حياتنا ونقدر نكون بنتعالج. يا رب النهاردة يكون عندنا أحلامنا النهاردة تكون
مليانة بالفرح والسعادة وعدم الخوف في الوقت الجاي. معنا تليفون قناة الطريق، يا رب ارحم. الو، سلام المسيح. سلام المسيح، اهلا فيك يا اخت حنان. كيفك؟ كيفك حبيبتي؟ نشكر الرب. حبيبتي كيفك انت؟ مشتقيت لك. وانا كمان صدقوني اشتقت لكم كتير. كل سنة طيبة مناسبة البارح عيد ميلادك. وانت طيبة يا حبيبتي، ودايما يا رب خير وبركة على حياتكم. مرسي للتهنئة الجميلة والتهنئات الرائعة ورسائلكم الجميلة يا اخت حنان. ربنا دايما يخليكم ليا كده ونفرح كلنا مع بعض دايما. الله يخليكي دايما. عندك النهاردة عندك حاجة تشاركي بيها النهاردة يا اخت حنان؟ كنت بتكلم من شوية عن الخوف. ناس كثيرة خايفة، ناس كثيرة بتبعت لي صلينا علشان احنا خايفين المستقبل، خايفين من حاجات معينة، خايفين من أمراض تصيبنا، خايفين توقعات أو مش حقيقية ممكن تكون بتحصل لنا، خايفين من شمشرة إبليس حوالينا، خايفين وخايفين خايفين إبليس يحاربنا. ايه رايك؟ الرب وعدنا قال لا تخاف لاني فديتك وبدعوتك باسمك وانت لي. هللويا، لا تخاف لا تخاف. حقيقي الرب ده وعد ربنا لينا النهارده، لا تخاف. هو اللي فدانا وهو اللي حفظنا وهو اللي عينه علينا من اول السنه الاخيره. مين؟ في اسم يسوع. حابه تشاركينا في ايه النهارده يا اخت حنان عن الموضوع انا كتبته؟ اتفضلي. ابتسم، يسوع يحبك ويهتم بك. ابتسم، يسوع قد مات على الصليب من اجلك. ابتسم، يسوع يفعل معجزات، القادر على كل شيء ولا يعصر عليه امر. ابتسم، يسوع صالح الابد رحمته. ابتسم، مهما كانت ظروفك الرب قادر ان يتمجد في حياتك لانه صالح. هللويا. ابتسم، يسوع يغفر خطاياك. هللويا. ابتسم، يسوع معك في كل حين. امين امين حبيبتي. يعني انت النهارده بتكلمينا عن الابتسامه، صح؟ عن الابتسامه. يعني عايزه توصلي رسالتك لكل حد النهارده بيشوفنا ان يكون مبتسم النهارده. ابتسم في الرب يسوع المسيح. الابتسامه الجميله كده اللي دايما بتخلينا نبتهج للحياه ويكون عندنا امل في الحياه. مظبوط. امين امين. ابتسم، ده عنوان كتابتك النهارده، ابتسم. اكيد. امين يا حبيبتي اخت حنان، ربنا يباركك يا حبيبتي ويحافظ عليكي. اي لاف يو. اي لاف يو تو يا حبيبتي، ودايما نسمع كل اخبار حلوه عنك في الوقت الجاي، وتكتبي اكتر واكتر وتشاركينا اكتر واكتر في الوقت الجاي في اسم يسوع. بشكرك جدا لمداخلتك معانا، وربنا يباركك ويسلمك كتير لكل الاحبه اللي عندك. ابتسم ابتسم للحياه. ابتسم علشان الابتسامة الحلوة بتطرد كل خوف مننا، والابتسامة هو مصدر الفرح. لما يكون الواحد فرحان قوي 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 بيبتسم، بيفرح، يمكن الضحكة بتيجي من هنا لهنا. ابتسم لأن هو مصدر القوة اللي في حياتك، هو مصدر الفرح اللي في حياتك. ابتسم، ما تقعدش الهم وما تخافش، ربنا موجود. تعالوا مع بعض أشارككم في سفر أشعياء الإصحاح رقم 54 من عدد 10، بيقول كده: فإن الجبال تزول والأكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع، قال رحمك الرب. ده وعد الرب ليك النهاردة. فإن الجبال تزول والأكام تتزعزع، أما إحساني ليك فلا يزول عنك. من إحسانات الرب ومراحمه إن مهما الإنسان يتغير من داخله ويبقى إنسان مختلف وبعيد تماما عن ربنا، لكن إحسانات ربنا باقية وثابتة لا تزول أبدا.
احسانات ربنا موجوده معاك، موجوده جواك. الرب بيحبنا مهما حتى تخلينا عنه ومهما بعدنا عنه، لكن احساناته لا تزول. مره تاني، لو حتى الانسان اتغير، قلبه اتغير، مشاعره اتغيرت، حياته اتغيرت، احسانات الرب ليك لا تزول. مراحم الرب، مراحم الرب لا تزول. الرب عايز يطمنك النهارده، احسانات الرب موجوده في حياتنا. عايزين كده ندور اكتر ونشوف كم حاجه حلوه حصلت في حياتنا من خلال وقفة ربنا لينا، وكم مرة بعيدنا عن الرب ولقينا إحساناته دايما معانا ولم يخزلنا أبدا، واقف معانا في كل طرق حياتنا حتى لو بعيدنا، لكن هو ما بيبعدش، بيبص عليك وبيتابعك وعينه عليك من بداية السنة الأخيرة. أهم حاجة إحنا محتاجين نكون ثابتين، لم نتغير. يعني على ما يقال، الناس بتبقى حلوة قوي في مصر، الدنيا كده بتبقى جميلة، و الناس يعني نقول دلوقتي شوية ناس بتود بعضيها ويخرجوا مع بعض بيتفسحوا مع بعض، والعلاقات الإنسانية الجميلة موجودة إلى حد ما طبعاً، زي الأول وزي زمان اللي بنتكلم عليه دايماً، لكن في أهو شوية من خلال بقى السوشيال ميديا والتعليقات، ومن خلال الفيسبوك، ومن خلال بقى الحاجات الحلوة اللي بنشوفها دي، حتى لو ما كانش بالتليفونات وحتى لو ما كانش بالمكالمات، أهو شوية موجودة. ويقول لك اول ما الانسان يسافر بره، يروح في اي مكان وينشغل بالحياه والدنيا والشغل والمشاغله وحياته ودنيته، الانسان بيتغير ومعدنه بيتغير. لكن في ناس اصيله، يقول لك على الاصل دور. يعني في ناس اصيله، اصيله بجد، يعني مهما يحصل حواليها أصله موجود. رجولة، شهامة، بطولية عظيمة، إنسان بطل في المسيح مع كل أحبائه. أنا سمعت الموضوع دوت من كذا حد، يعني مش من واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة ولا عشرين، ده ناس كثيرة قوي بتتكلم عن الموضوع ده. حقيقي الإنسان بيبان أصله لما بيسافر أي بلد عربية أو أوروبية أو أمريكية أو تيفر، بيسافر في أي مكان. لكن محتاجين النهاردة في علاقتنا مع ربنا وعلاقتنا مع كل الأحبة اللي حوالينا، محتاجينها تكون ثابتة، ما بتتغيرش، تكون ثابتة. أصلك بيبان في وقت الشدة، الأصل بيبان. والمثل الجميل اللي قلته من شوية على الأصل دور، يعني الإنسان الأصيل اللي معدنه كويس، إن من بيت حلو، تربية صالحة، تربية رائعة في المسيح، إنسان فعلاً بمعنى الكلمة. ودايما بيقول رجل بمعنى الكلمة، وعايز أقول رجل وسيدة بمعنى الكلمة. يعني ممكن تكون الست ببعض الأوقات تكون بمئة راجل، سامحوني اللي أنا بقول، بس دي حقيقة. دي يعني مش معنى اللي هي تكون راجل راجل، لكن المواقف، أنا بتكلم عن المواقف اللي ممكن تكون الست تتحط فيها، بنقول بمئة راجل. أنا يعني
ما بخش صف الستات، لكن انا بقود يعني بقول فعلا المواقف الصعبه هي اللي بتبين معدن الانسان وتبين اصل الانسان. شكاية محتاجين نكون ثابتين، لم نتغير، ودايما بتكلم على الثبات. حتى لو انسان اتغير، الله صالح لم يتغير، هو ثابت. فالله عايزنا نكون ثابتين، ناخد شكله، ناخد مثاله، ناخد بصمته في حياتنا، نكون ثابتين في محبته ومحبة الآخرين. كل إنسان محتاج نبص عليه ونرعيه، نقول يا رب سدد احتياجاته، لأن الإنسان ده فعلا محتاج لك. حلو لما نشوفه كده ونقول له أنا هصلي لك، أنا هصلي لك، أمين. بس الحلو أكتر اللي أنت ممكن تكون بتشارك ناس، زي ما أنا بشارك من خلال منبر قناة الطريق لكل الأحبة عن بعض الحالات اللي معانا اللي فعلا محتاجين وجه ربنا ومحتاجين قوة من ربنا وسند حقيقي في الوقت الجاي. كم حد يقول أمين؟ أنا بتفق معاكي إن إحنا نكون كلنا إيد واحدة وثابتين في كلمة الرب اللي دايما محتاجين تكون بتعلى وتعلى في حياتنا. بشكر كل حد بيستمع الآن وبيصرخ كده جوه قلبه، يقول له يا رب طلع الوزنة اللي فيا عشان اقدر اكون بشارك بيها لاخواتي اللي محتاجين في كل مكان. طلع الزرعة اللي فيا عشان اكون بزرعها في اخواتي، وطلع ثمار جيد نقدر كلنا نكون بنضلل على بعض وقوة في حياة بعض. تعالوا مع بعض نروح للفاصل اللي جاي، انتظروني نرجع لكم تاني وهنكمل بقية حوارنا وبرنامجنا في يا رب ارحم. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة، غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتمة قلابة. ارحمنا يا رب، يا رب ارحم، يا صاعد رب، يا رب ارحم. وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يا صعلوا، سندوني وبقدم بتشجع، كانوا طلباتي استجابة. هذا لمخاوي في
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل بمراحم الرب أغني وإحسانات الرب لا تزول ودايما معانا في طول الوقت وجوانا محتاجين نكون بنحس بيها أكتر وأكتر. عايزة أكون بشارككم ببعض التعليقات اللي موجودة معانا من إخواتي الأحباء اللي على الفيسبوك. من فضلك حبيبتي صليلي الأخت فيفي، أهلا وسهلا بيكي أخت فيفي، حاضر أنا صليك دلوقتي وهصلي لكل الأحبة اللي طالبين صلاة. الأخت ندى عملي لايك، بشكرك جدا من اجل اللايك الجميل. اختنا سلام يسوع المسيح، سلام ونعمه. انور داود، انا مش عارفه اسم حضرتك ايه لكن سلام ونعمه ليكي حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. تريزدا، I am praying for the Middle East. These countries are on my heart. God bless you. واحده محتاجه نكون بنصلي من اجل البلدان، بنصلي من اجل الميدل ايست، وهي كمان بتقول انا على طول برينج، محتاجه نكون بنصلي معاها من اجل الميدل ايست اللي هي كل بلاد العربيه اللي موجوده. اعتقد ان ممكن يكون في شوشره دلوقتي حواليهم، لكن باسم يسوع نكون دايما بنصلي من اجل الكانتريز كلها. اختي الغاليه انور داود، ارفعيني في صلاتي صلاتك اختي المباركه لاجلي ولأجل زوجي وابني، ربنا يخليك. حاضر حبيبتي، أنا كنت برفعك دلوقتي، بس أنا محتاجة أعرف الاسم، لو تقدر تكوني بتكتبي لي اسمك يبقى حلو قوي، واسم زوجك وابنك. أخونا جوزيب بيقول يا رب ارحم، حقيقي وإحنا في برنامج يا رب ارحم، حقيقي يا رب رحمتك على الكل النهاردة باسمك يا رب. يا رب ارحم وانظر إلى كنيستك القبطية التي تعاني بمصر، يا رب اعمل عجايب وسط شعبك، واحنا بنتحد معاك اخويا جوزيف من اجل هذه الطلبه، بنتحد معاك علشان محتاجين كلنا نكون بنصلي من اجل كنايسنا، بنتحد معاك ان الرب يكون بيدافع عن كنيسته في الوقت الجاي، واي حرب واي شوشره من عدو الخير على كنيسته في اسم يسوع تبطل. بنصلي وقلبنا معاك النهارده يا اخونا جوزيف ان الرب يكون بيكمل في وسط شعب وفي وسط كنيسته، والكنيسه هي شعب المسيح، شعب الرب في كل مكان. اخت هويده مرحبا، مرحبا بيك يا حبيبتي، اهلا بيك يا اخت هويده توفيق.
بشكركم من أجل رسائلكم وتشجيعكم ومحبتكم وإيمانكم وطلبات الصلاة اللي محتاجين كلها كلنا نحطها في عرش النعمة قدام العلي الرب يسوع. يا رب بصلي دلوقتي من أجل كل حد يا رب بعت لنا رسالة وطالب طلب الصلاة. بصلي يا رب من أجل أختي فيفي، بصلي يا رب من أجل الأخت اللي طلبت من أجل الصلاة من أجل الميدل إيست، احنا نتحد معاها لأنها هي بتصلي، هي بتصلي من أجل كل البلدان العربية كل الميدل إيست. بنصلي ونتحد معاها بأنك يا رب تروح ببركات وفيرة وتنجي شعبك يا رب، شعبك المحتار، شعبك المتضايق، شعبك المظلوم. تقدر تكون أنت المدافع عنهم يا رب، أنت تدافع عن كل مظلوم، تدافع عن كنيستك يا رب، تدافع يا رب عن شعبك. يا رب بصلي من أجل أخونا جوزيف اللي طلب كمان من أجل الصلاة من أجل الكنيسة، بصلي من أجل أختي اللي طلبت صلاة من أجلها ومن أجل زوجها ومن أجل ابنها. يا رب هي لم تذكر الأسامي لكن أنت تعرف يا رب، أنت تعلم بكل شيء يا رب. أشكرك لأنك أنت صالح إلى الأبد، رحمتك تقدر بمحبتك الكبيرة تقدر تحوط الكل وتحتضن الكل وتقدر تعمل معجزات، ونسمع عجايب بتحصل يا رب من شريعتك في الوقت القادم. أشكرك لأن لينا الثقة أن لينا إله حي قادر أن يكون بيسمع ويستجيب وبيدينا يا رب على حسب سؤال قلبنا وسؤال كل حد فينا النهاردة، كل حد بيبعت لنا رسائل طلبات الصلاة. واثق أن فيك يا رب الشفاء الأكيد لكل حد مريض، لكل حد مظلوم، لكل حد حزين، لكل حد تعبان، لكل حد عنده مشكلة، كل حد محتاج يا رب قوة من عندك، لكل حد فعلا عينه عليك في الوقت الجاي. أنا أشكرك لأنك أنت بتسمع وبتستجيب لكل المجد. آمين آمين. بشكركم جدا من أجل متابعتكم مرة تانية، وتليفوناتنا موجودة قدام الشاشة، اللي يحب يكون بيدخل معانا على الهواء ويقدر يتواصل معانا ويتكلم معانا. وفي الحقيقة أنا يعني بحب قوي لما نكون متحدين في الصلاة مع بعض. يعني عندك طلب الصلاة ما تكسفش، ما تخجلش، ما تأجلش، لكن حطها قدام عرش النعمة وكلمنا عشان نقدر نكون مع بعض في قوة المسيح وبنطه مع بعض هذه الطلبة. بيقول كده الكتاب، لو اتنين او تلاتة اتحدوا في طلبة تكون ليهم. وصلاة المؤمنين فيها استجابة شديدة جدا ورائعة جدا في الوقت الجاي. كلنا هنكون بنشهد بعمل المسيح وبقوة المسيح. في الحقيقة عندي بعض الحالات اللي جات لنا رسائل محتاجين نكون بنعرضها، نتكلم عليها، مش بنعرضها بالصوت والصورة، لكن الرسائل جات لنا فمحتاجين أكون بشارككم بيها علشان اللي حابب يكون بيزرع فعمل الخير وعمل الرحمة مع الأسر اللي محتاجة بالفعل من خلال البرنامج، يا رب ارحم. عندكم كل وسائل اللي تقدروا تكونوا بترسلونا أو بتخطبونا بيها، نقدر نكون بنتكلم معاكم وتقدروا تكونوا بتتواصلوا مع الأحباء اللي محتاجين. الحقيقة جات لي رسالة كده وحسيت ان السيده ديت بتصرخ في رسالتها، بتقول لي الحقيني يا مدام رانيا، انا موجوعه، انا متالمه، انا محتاجه اتكلم معاكي، انا محتاجه لاني خلاص حسيت ان الدنيا
فاضت بيا وتعبانة وزهقانة ومتضايقة ومهمومة ومش عارفة أعمل إيه. كمية تعب غير عادية هي كاتباها كده، يعني متضايقة، متضايقة بجد. بتقولي في رسالة: مدام رانيا أنا محتاجة تكوني بتقفي جنبي. وأنا بقول الرب هو اللي بيقف قدام الكل ومع الكل. قالت كده في رسالتها إن جوزها طلع معاش مبكر. عارفين انتوا طبعا المعاشات، صح؟ لما يكون واحد طلع معاش مبكر يعني عنده 60 سنة، سوري معاش عادي عنده 60 سنة، لكن معاش مبكر بيبقى مثلا حاجة و40 سنة، حاجة و50 سنة قبل ما يكمل 60 سنة. يبقى المعاش العادي كلنا عارفينه لما بيكمل 60 سنة دي حالة التقاعد، خلاص طلع المعاش وبيبتدي ياخد معاش من الحكومة أو من أي شركة أو whatever المكان اللي بيشتغل فيه. بتقولي جوزي قعد معاش مبكر بسبب حالته الصحية السيئة ومش قادر يكون بيكمل في الشغل، الشغل في الحكومة مش قادر، حالته تدهورت، حالته بقت سيئة جدا، مش عارفين نكون حتى العلاج مش عارفين نجيبه، حتى العلاج مش عارفين نجيبه. فبتقول انا خلاص الدنيا ضاقت بيا وانا معايا اطفال صغيرين مش كبار، يعني في سن ابتدائي واعدادي، وما اقدرش كمان انزل اشتغل واسيبهم، مين هيراعيهم ومين هيخلي بال منهم؟ انا في امكانياتي ممكن اشتغل لكن اسيبهم لمين؟ باباهم تعبان وراقد في السرير وحتى العلاج مش عارفين نجيبه لبابا، والاطفال الصغيرين دول انا عارفه اللي هم مالهمش اي ذنب، لكن من فضلك من فضلك وانت بتسمعي الرسالة دي ارجوكي تصلي من اجلي، ولو تقدري تكوني بتعرضيها علشان الاحبة يكونوا بيسمعوها واللي حابب يكون بيتحرك معايا يبقى خير وبركة. ودي رسالة الزوجة والام اللي جات لنا اللي محتاجة بالفعل حقيقي مساعدة ومساندة في وقت شدة. لما إنسان بيبقى في وقت الشدة بيبقى عايز اللي يسمع له، اللي عايز يرعيه، واللي يكون بيكون حواليه وسنده وحرسه ومدت له ايديه. الست أو الزوجة الفاضلة فضلت إن هي تكون بتبعت لبرنامج يا رب ارحم، وقالت لي كده بتقول لي أنا على طول في صلاتي دموعي اللي نازلة على طول بسبب الأحوال الوحشة اللي احنا عايشين فيها. بتقول بس أنا واثقة إن ربنا موجود ما بيسيبش ولاده أبدا. عشان كده في بداية البرنامج اتكلمت عن إحسانات الرب التي لا تزول ومراحمه الغنية التي لا تزول. من خلال رأيتي لرسالتها وللرسالة الكبيرة اللي ممكن نقول مليانة حزن وضيق وألم مش عارفة تعمل ايه، وجوزها طلع معاش مبكر لأنه مش قادر يكون بيستمر في الشغل وهو تعبان، محتاجة علاج لجوزها، محتاجة رعاية لأطفالها، محتاجة حد يكون بيبص عليهم وبيساعدهم ماديا. انتوا عارفين لما حد بيطلع معاش مبكر ما بيبقاش فيه، يعني حتى لو خد مكافأة بتبقى يعني طيب يعني صغيرة جدا، صغيرة قوي، والمعاش نفسه ما بيبقاش كامل لأنه طلع معاش مبكر.
لأنه مش قادر يكون بيستحمل يكمل في الشغل. لكن لو طلع معاش عادي بيبقى ليه كامل المعاش، بياخد حقوقه كاملة متكاملة. أما المعاش المبكر فبيقطموا له تقريبا نص المعاش تقريبا، أنا مش عارفة بالظبط بيقطموا له كام، لكن تقريبا نص المعاش أو ثلاث أرباع المعاش حاجة كده، ويعني بيتسند على الفتافيت الصغيرة أو المبلغ الصغير اللي هو بيجيله. هل يعقل إن أسرة يكون فيها أطفال والمدارس دخلت، محتاجين مصاريف مدارس، محتاجين أكل وشرب، محتاجين علاج للزوج لأنه تعبان، محتاجين إيجار للمكان اللي هم عايشين فيه، ومحتاجين ومحتاجين ومحتاجين. والمعاش الصغير ده ممكن يكون بيكفيهم؟ ما أعتقدش. لكن هنقول النهاردة بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. احنا بنصلي ان المبلغ الصغير دوت يكون بركة في حياته. لكن كمان بصلي ان الرب يكون بيبعت ناس ابطال جدعان كلهم شهامة ومحبة وجود، بانه يكونوا بيساعدوا بينقذوا موقف خطر، موقف فظيع وموقف سيء جدا في حياة هؤلاء الناس، الأسرة اللي محتاجة إيد ربنا بجد، إيد ربنا اللي بتسند وإيد ربنا اللي فعلا بتدوب أي أمور صعبة، أي مواقف محزنة بتحصل في حياتنا ايد ربنا بتدوبها. انه يكون النهاردة الرب بيبعد وبيرسل ملايكة يكونوا واقفين مع الاسرة دي ومع الزوجة الجميلة دي. وفي الحقيقة انا يعني كنت فخورة بيها، لان هي بتكتب كده بتقولي انا ملقتش حد اقدر اكون ببعث له رسالة غير برنامج يا رب ولحضرتك، ملقتش. عشان كلنا نكون بنقدر وبنعرف قد ايه منبر قناة الطريق في برنامج يا رب ارحم موجود، لانه مهم 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 جدا في حياة كل حد تعبان ومريض ومسكين. انا بصلي النهاردة ان ربنا يكون بيرسل ملائكة لبرنامج يا رب ارحم عشان يقدر يكون بيقف معي وبيسندنا، ونسند الناس اللي تعبانه ونقف جنبيهم، ونقدر نكون بنقاوم كل خطر بيجي ناحيتهم، ونقول خلاص كل موقف صعب انتهى في حياة كل أسرة النهاردة تكون محتاجة لإيد ربنا، لأن الرب بيسدد كل احتياج، لأنه هو غني قوي وعنده المزيد والمزيد من البركات. أتمنى من خلال رسالة الزوجة والأم اللي اتبعتت ديت وحالتها الصعبة دي وما لقيتش حد يكون بتبعت له إطلاقا غير برنامج يا رب ارحم، وقالت لي ليكي يا مدام رانيا عشان تعرضي حالتي واللي يحب يكون بيساعد معي. أنا بشكرك جدا لو أنت بتتفرجي علي دلوقتي بتتفرجي على البرنامج، بشكرك لثقتك في إلهك، وأنا واثقة إن إلهنا صالح يقدر يكون بيبعت ويبعت بفيض وبغنى. أنا واثقة إن كل الناس محتاجة حقيقي تكون ايديها في ايدين كل الناس المساكين، كل الناس اللي تعبانين، كل الناس الفقراء، كل الناس اللي فعلا محتاجين لايد ربنا ومعاونة ربنا في الوقت الجاي. عشان كده بشكرك وفخورة بيكي مرة تاني. معانا تليفون قناة الطريق يا رب ارحم. الو الو، مساء الخير اختي رانيا. مساء الخير اختي رانيا. اهلا فيك يا حبيبتي. اهلا فيكي، نشكر الرب. انا ندى من السويد. اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا بيكي اختي ندى من السويد. اهلا بيكي.
شو اخبارك؟ منيحه؟ نشكر انا الرب. بدي صلاه، امين. انا بدي صلاه لاخواتي اللي بسوريا، امين. ولبنتي ولجوزي ولبابا وماما باسم يسوع، باسم يسوع، ولعمامي، لعمي عبود ولمرته ولاولاده اللي هم عايشين بالسويد طبعا، وعمي نبيل اللي بسوريا، واخوي فادي واختي سناء وولادها، ويحمي أهل سوريا كلهم يا رب، واللي بالطرقات واللي بالهاي حرام عم يتعذبوا خطية عذاب عذاب. وإذا تعملي معروف هدول اللي ماتوا الشهداء، الشهداء اللي ماتوا، أمس ماتوا شهداء، أمين. ماتوا خطية، بدن صلاة، الله يرحمه. أمين حبيبتي باسم يسوع. صلي له. أمين أمين يا أختي ندى. نحن خطاط حقيقي اخترانية، مظبوط، صح. لازم واحد يحب بعض ويسامح بعض. أخوي وهتكلم عن الموضوع دوت بعد شوي، لازم نكون بنحب نعم. بعض ونسامح بعض، وهتكلم عن الموضوع نعم. ده بعد شوي. يا ريت تتكلمي عنه، هذا كثير مهم. واحد ما طبعا. لازم واحد إنسان واحد يكذب، الكذب كمان مو كويس، طبعا الكذب واحد مو كويس طبعا. طبعا الرب بعدين ما يسامحنا اذا واحد ما حد يسمع. اهم شيء صلي لاخوي حسيب ومرته ولاده هون بالسويد عايشين بنور شوبينج، صلي له صلي له كثير كثير يعني. امين امين باسمك يا رب. خطأ شوي بس خطأ شوي بس هلا عمي. الهنا صالح يا اختنا، لازم ميرا، الهنا لازم صالح. واحد مو ورا المال تنر قد ورا، يعني ايش قلت لي؟ ايش كان واحد يقول بالعربي؟ واحد ما تقد ورا المال، واحد تتمسك بيسوع حقيقي. طول ما احنا متمسكين بالرب خلاص كل حاجة تبقى تمام تمام، تبقى حياتنا أمين. زي الفل. امين امين باسم رب يسوع. باسمك روح القدس يدخل فينا، يدخل فينا باسم الروح القدس. امين. انا من اول كان عندي كان اسمه بس الله استجاب، يسوع استجاب باسم رب يسوع المسيح. كل ما اصلي اخترانيا سبحانك يا رب تعفي هاي سيرسي مع ابوي، كل ما اصلي نذكر الصلاه باسم يسوع سيرسي مع ابوي، يكون خرب الفيديو يصلح الفيديو لحاله. واو هللويا. مو ايمان واحد يصلي باسم يسوع بيقول باسم يسوع. هللويا هللويا. ربنا موجود، كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. طبعا ربنا صالح، ربنا موجود، ربنا صالح. ده وعد ربنا ليكوا النهاردة، ودي وصية نعم. الرب نعم. كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالون. مؤمنين يعني كل حاجة بنطلبها واحنا عندنا ثقة وإيمان انها تكون بتتحقق، طبعا بتحصل وبتتحقق طبعا. في حياتنا ده حقيقي بتحقق. وعن اختبارات شخصية بمر بيها يوم بعد يوم حقيقي. لا بشوف ايه هلا اقول انا لولاد عمي صلي لهم، نصلي لا اقول باسم رب يسوع تاخذ شغل، اخذ شغل اوكي. اقول هذا فضل يسوع، مو انا، فضل يسوع الرب صار. فضل يسوع دائما دائما. هلا انا معي مرض سكري، أريد تصلي لي، أنا معي مرض سكري يشفيني. أمين حبيبتي ربي. رب بنتي مع كمان مرض سكري يشفيها الرب، جوزي معه الإبليبسي يا ريت. صلى هدول اللي ذكرتوا لك أنا أصلي أمين، أنا أصلي لكل عيلتك باسم يسوع. وأمين الرب عارف أشكالهم وأسمائهم وكل حاجة فيهم باسم يسوع. اتحدي معايا في الصلاة يا أختي نادة دلوقتي. يا رب بشكرك. أشكرك يا رب من أجل محبتك الغنية يا رب، محبتك ورعايتك وأمانتك لينا يوم بعد يوم. بشكرك يا رب من أجل أختي نادى، بحط بإيديك يا رب كل طلباتها، كل الطلبات يا رب اللي حطيتها قدامك، بيتها وعيلتها وإخواتها وقرايبها وكل الناس يا رب اللي ذكرتهم كل واحد باسمه. تقدر أنت النهاردة يا رب تكون بتدخل جوه قلب وبتشفيهم أو تغيرهم أو تديهم على حسب سؤال قلبهم. يا رب ادي أختي ندى على حسب سؤال قلبها هي كمان. يا رب بصلي يا رب من أجل كل أهل الشهداء اللي كلمت عليهم إن هم
فقدوا أبناء ليهم، تقدر تكون بتصبرهم، تكون يا رب عينك عليهم، بتخفف عنهم الألم، بتخفف عنهم يا رب الحزن، تقدر توريهم مجدك في الوقت اللي جاي. بشكرك يا رب من أجل حياتها، بشكرك من أجل عائلتها، سدد يا رب كل احتياجاتها يا رب بحسب غناك أنت وحدك في الأجل. بشكرك بشكرك لأنك سريع الإجابة، وتقدر النهاردة تكون بتسمع وبتستجيب يا رب لكل طلبات وكل أنيات يا رب بتخرج من جوانا. أشكرك لأنك أنت صالح. آمين آمين. بشكرك جدا لمداخلتك معانا يا أخت ندى، ويا رب نسمع كل أخبار حلوة في الوقت الجاي وتفرحينا، محتاجين نكون بنفرح قوي قوي في الوقت الجاي. بشكرك جدا لمداخلتك. طيب زي ما كلمنا الوقت اللي فات قبل مداخلة الأخت ندى عن حالة الست أو الزوجة والأم، حالتها الصعبة اللي جوزها طلع معاش مبكر وبتصرخ من كتر شدة الألم لجوزها وليهم كعيلة، محتاجين مساندة الرب وقوة الرب في حياتها في الوقت الجاي علشان يكون بيسدد كل احتياجاتهم بحسب غناه في المجد. ودي حالة من حالات كثيرة بيرسلوني وبيكتبولي وعايزيني أكون بعرض مشاكلهم وبعرض حالاتهم معاكم، وده من خلال برنامج يا رب ارحم اللي احنا دايما متعودين. برنامج يا رب ارحم دايما بيقدم البركات والخير والرحمة لكل اخواتنا اللي محتاجين واللي بيطلبوا دايما وجه ربنا وسندد ربنا القوية. عشان كده محتاجين النهاردة نكون أقوياء أكتر وأكتر، ونكون بنقوي بعضينا، نكون سند لبعضينا مع كل الناس اللي تعبانة واللي غلبانة واللي محتاجة رعاية في الوقت الجاي. يا رب خلينا نبص على كل واحد مسكين، وكل واحد يا رب بيطلب معونتك يا رب، وحقيقي مش شايف غيرك تقدر انت اللي تكون بتبعت. انا بشكر ربنا جدا 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 من اجل كل حد بيبعت لنا رسائل او بيتابعنا او عايز يكون بيدخل معانا على الهوا عشان نكون سند لبعضينا واول بعضينا. عايزه اشارككم بالقصه الثانيه، ودي يعتبر يعني اخر حاجه عشان تقريبا برضو وقت البرنامج. بنوته جميله خلصت الجامعه وابتدت تشتغل ومعاها بعض الاصدقاء الجوال، وهي كده بتكلمني وبتقول لي. الاول كلمتني برساله، بعتت لي رساله، وبعد كده كلمتني على التليفون، قالت صلي لي مدام رانيا لاني مجروحه لاني تعبانه قوي. خير حبيبتي في ايه؟ قالت لي انا خلصت جامعه ونشكر ربنا لقيت شغل وعندي اصدقائي وبنروح نتفسح مع بعض وبنخرج مع بعض والدنيا حلوه وسلسه وطعمه والدنيا لذيذه لذيذه لذيذه، لكن انا ما عندي يعني اصدقاء، لكن انا بختار صديقة او اتنين هما اللي يكونوا اكتر معايا، يكونوا اكتر اصدقاء لي او قريبين لي، لكن انا قلبي مفتوح مع الكل وبحب الكل، ودايما انا شخصيتي اجتماعية. هي شخصيتها بتقول هي اجتماعية، بتحب قوي الضحك والفرفشة والعلاقات والحاجات دي، لكن بتقول كده في رسالتها، بتقول انا اتصدمت. بتقول لي وانا بكتب لك الرساله انا ببكي، لان صديقه من صديقاتي اللي المفروض يكونوا قريبين مني واحباء ليا، صديقتي للاسف اللي كنت بشارك معاها بيطلع لبره، فانا مش عارفه اعمل ايه، هل اقطع الصداقه ولا اواجهها ولا اعمل ايه؟ صديقتها
اللي ممكن يكون صديقتها بقالها كام سنة معاها. محتاجة آرائكم، لو انتوا حابين تكونوا بتدخلوا معايا وتقولوا آرائكم أمين. أنا موافقة طبعاً اللي احنا نكون بناخد آراء بعضينا البعض عشان نكون سند لبعض. وابتدت كده تتكلم بتقول اعمل ايه؟ هل اواجهها ولا ابعد عنها ولا اعمل ايه؟ صديقتي يعني مش اختي لكن صديقتي اللي بعتبرها اكتر من اختي كمان. لقيت الكلام اللي بقوله لها بيطلع بره والدنيا معكوك، اعمل ايه؟ في الحقيقه مش عارفه، بس عايزه اقول يعني، وانا قلت لها لما كلمتني كمان على التليفون من خلال الماسنجر، قلت لها مش كل الاصدقاء وحشين، لكن انت اتخبطتي او اتلسعتي من حد قريب منك، لكن مش كل الاصدقاء نخاف منهم، لان في اصدقاء حلوين قوي وفي اصدقاء فعلا بالفعل كويسين جدا وبيراعوا العيش والملح ويكونوا سند فعلا لبعضيهم ويحبوا بعضيهم ويخافوا على بعضيهم. والصداقة هي حب واحتضان، يعني الصداقة واحدة بتحبك قوي فبتروح حاكية معاكي، فانت يعني بتأمنك على سرها، بتأمنك على كلامها، فدي الصداقة الحقيقية. فمش كل الناس، قلت لها ممكن يكون غصب عنها فانت برضو ما تلوميش. قالت لي لا، ده حصل منها كذا موقف وانا خلاص انا نفسي اقطع معاها نهائيا. قلت لها اول حاجه تكوني بتصلي، بتحطي الامر قدام ربنا، لانك لو عملتي كده ممكن انت تكوني مكتئبه او حزينه او تقعدي تفكري في الموضوع اكتر، فاحلى حاجه تكوني بتحطي الامر صوم وصلاه قدام الرب قبل ما تعملي اي حاجه. عايزه توجهها وجهها بعتاب، مكتوب عتاب محبه، في عتاب محبه اللي انت بتعدي حد بكل حب، فانت مش مجرمه او بتتجرمي عليها او بتهدديها او بتطبلي عليها، لا، في حاجه اسمها عتاب محبه بكل الحب. وفي حاجه اسمها سلموا جميع الناس، يعني انت ممكن تختصري لكن ما تكرهيش، انت سامحيها واغفري لها. سلموا جميع بقدر استطاعتكم، سلموا جميع الناس، الكتاب اللي بيقول كده، يعني بقدر الاستطاعه نسالم جميع الناس. احنا مش بنقول نقرب منهم اكتر ونندمج فيهم اكتر ونتصاحب عليهم اكتر، لكن لو حسينا بالحاجه الوحشه او الحاجه السيئه او الحاجه اللي ما بتعجبناش ممكن نكون بنبعد لكن ما نكرهش، ونغفر ليهم لكن نسلمهم، نسالم بقدر استطاعتكم، سالموا جميع الناس، والابتسامه تكون موجوده، وهنقول مش هنكره لكن نكون بنحب، لكن نختصر. والاختصار بيقولوا عبادة، في مثل كده بيتقال زمان، يعني الاختصار ده قوة بالنسبة لنا، عشان ما نجيبش بقى كلام وحديد وقيل وقال وناس تقعد تتكلم على بعضيها، وإلا الموضوع النميمة ده. عايزة أكون بتكلم معاكم على الموضوع ده، لأن الموضوع ده هو حقيقي شغلني جدا قوي 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 قوي، نميمة بقى والناس كلها تقعد تتكلم على بعضيها بقى. بس في ناس بيتكلموا عشان عايزين يصلحوا مواقف، ناس بتقعد تتكلم عشان عايزة تكون بتصلح مواقف معينة مش عاجباها فبتروح تتكلم عشان عايزة تكون بتصلح. خلينا في موضوع البنوتة الجميلة ديت، لكن عايزة أقول مرة تاني وقلت لها الكلام ده اللي هنكون يعني بنختصر. ورسالتي لكل حد بيشوفنا النهاردة، كل حد بيسمعني، حلو يكون في صداقة وعمق في الصداقة، لكن لو حسيت
في يوم من الأيام إن ابتدت الصداقة دي تتحول لحاجة تانية، يبقى الاختصار يبقى حلو قوي يكون في الوقت ده، لكن بمسالمة، ما نكرهش ونخبر. والحاجة الجميلة قوي بعد ما كلمنا وهي طلبت مني أشارك الموضوع ده، لأن قالت لي ده هيكون سبب بركة الناس كتير قوي، والكلام ده هيكون يعني الناس بتتعلم بعضيها. ولو ما كنتش انتي هتقولي طب مين هيقول؟ الناس بتشجعني يا جماعة، وأنا ممنونة وفخورة جدا بكل حد بيشجعني بيقولي اتكلمي اتكلمي وما تخافيش، واتكلمي في مواضيع يمكن تكون حساسة، مواضيع ممكن تكون بتزعل تجرح، بس أنا مش عايزة أجرح حد ولا عايزة أزعل حد، لأن أنا بحبكم ومن قلبي اللي في قلبي على لساني علي، عايزة أقول لكم من قلبي للقلب يعني اللي في قلبي ده طلع لكم، فاقبلوا بكل الحب لأني فعلا بحبكم. والحاجة الجميلة بقى إن بعديها بيومين كده كلمتني قالت لي مدام رانيا أنا قررت أسامح وقررت أغفر وقررت ان انا اكون انسانه مختلفه، حتى الناس اللي بتسيء ليا والناس اللي خانتني والناس اللي تعبتني وجرحتني في حياتي انا بغفر لهم. قد ايه كنت مبسوطه جدا وفخوره جدا، لان مش بس كلام اثر فيها، لكن في حياه عمليه ابتدت ليها تكتسبها وتعيش فيها، حياه روحيه عميقه جدا. بشكر ربنا من أجلها، بشكر ربنا من أجل كل الأحبة اللي هيعملوا زيها. لو حد فيكم اتخانق أو حد اتكلم عليه أو حد أساء فيه أو حد حسستني إن أي موقف يحصل لي أنا شخصيا دايما أكون بغفر أكتر وأكتر وأسامح أكتر وأكتر. عن اختبارات ومواقف يعني مرت علينا كتير، سامح واخفر عشان تنال الحياة الأبدية وتكون يعني عايش ببساطة، عايش حياة يعني كلها سعادة وفرح. يعني هتقعد بقى تقلب في المواجع وهتقعد بقى تفتكر اللي حصل واللي ما حصلش والدنيا وفيها وما فيها وده حصل معايا وده عمل معايا وده، خلاص هنقول اللي فات مات، وكل حاجة وحشة حصلت معاكم في الوقت اللي فات نردمها نردمها ونبتدي نكون بنطير حقيقي في كلمة ربنا. نردمها يعني ندفنها وما نبقاش حية في حياتنا مرة تانية. عشان كده بشجع كل حد فيكم في غلط حصل في حياتكم، في إساءة حصلت في حياتكم، اغفر وسامح علشان تكون بتقدر تكون بتعيش حياة جديدة، وادفن أي علاقة صعبة حقيقي دمرتك في يوم من الايام، ادفنها وابتدي حياتك من اول وجديد، وابتدي بمحبه الناس اللي حواليك، محبه يسوع اولا ليك. بشكركم جدا 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 حقيقي، انا يعني فخوره بكل حد بيسمعنا النهارده، كل حد متابعنا، كل حد بياخد ارائنا، كل حد بيبعث لنا رسائل. التليفونات موجوده قدامكم، تقدروا تكونوا بتتواصلوا معنا من خلال الفايبر. الرقم موجود عندكم اللي هو علامة زائد على الفايبر، بتكلم على الفايبر، علامة زائد 2 0 100 2 3 5 9 1 1 9. تقدروا تكونوا بتكلموني من خلال هذا الرقم أو تبعتونا رسائل عليه أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك قناة الطريق القبطية، تقدروا تكونوا بتبعتوا لنا رسائلكم برضو او من عن طريق كمان الايميل موجود عندكم على شاشة، تقدروا تكونوا بتبعتوا لنا مشاكلكم ونقدر نكون بنتكلم فيها، وامين ربنا يكون بيجيب كل خير في حياتكم في الوقت الجاي. بشكركم جدا من اجل متابعتكم لينا، ودايما بالخير والبركة في برنامج يا رب ارحم.
وإلى الأمين جيش سلام. لكل حد النهاردة عايز يكون إنسان جديد بياخد أو بيكسب قوة جديدة من رب المجد، لازم تتغير للأحسن والأفضل وتكون ثابت دايما في كلمة الرب. العالم برا أوقات بيغيرنا، لكن الرق على أصل الإنسان ومعدن الإنسان هل هو ثابت ولا بيتغير مع تغيرات الحياة وتغيرات الأحوال الزمنية اللي احنا عايشين فيها؟ وعليك انت الاختيار، عايز تعيش صح عيش صح، ولازم يكون حياتك دايما في الارتفاع في اسم يسوع. بشكركم جدا لأجل متابعتكم لينا النهاردة ببرنامج يا رب ارحم، وإلى الأمام يا جيش السلام. بحبكم جدا 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 جدا، ونفسي أكون معاكم على طول، وإلى لقاءات أخرى من برنامجنا يا رب ارحم كيرلاسون. تصبحون على ألف خير، كله للخير. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة
ماشية ضد الغلابة. ألا الدنيا غربة معتمة قلابة. ارحمنا يا رب يا رب ارحم يا صائر رب يا رب ارحم. وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يسوع سندوني وبإيدين بتشجع. كانوا طلبات استجابة. في كتير طرق وسط الحياة كانوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح، أصل المسيح